أول ما بتسمع كلمة منتزه على طول بيجي لك الشوق لزيارة المكان الرائع ده في مصر، بترجع لك ذكريات جميلة وانت بتلف وتتمشى وتلعب وتعوم في بحر المنتزه. لكن مع عمليات التطوير هل المنتزه بقى أجمل؟ تعال معانا في رحلة جوه المنتزه في اسكندرية البديعة وحنجاوب مع بعض على السؤال ده. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا وإحنا في طريق الجيش وكورنيش اسكندرية، وعلى شمالنا سور مكان من أجمل وأرقى وأروع الأماكن في مصر، وزي ما تحب تقول عليه قول. قدامنا فندق شيراتون المنتزه اللي قدام البوابة الرئيسية لدخول المنتزه بالفعل، وكان قدامنا الأوتوبيس الأحمر المكشوف الجميل اللي بيجي من البحري بيوصلنا لغاية هنا في المنتزه. لو كملنا على طول ودخلنا شمال هنروح على المعمورة، ومن بعد المعمورة ممكن نوصل لأبو قير، لكن إحنا دخلنا عشان نعمل جولة جوه المنتزه بعد ما دفعنا التذكرة، وآدي بوابة الدخول الرئيسية اللي دخلنا منها عشان نعمل رحلتنا الجميلة جوه المنتزه. دخولك بالعربية جوه المنتزه أصبح ممنوع، لكن انت ممكن تدخل بالعربية وتركن في جراج معمول على ايدينا اليمين دلوقتي، تركن عربيتك فيه وتاخد بقى عربيات الجولف أو العربيات الكهربائية اللي موجودة قدامكم دلوقتي، ممكن تركبها وتوديك للمكان اللي انت عايز تروحه، أو ممكن كمان تركبها وتعمل جولة سياحية جوه المنتزه عن طريق العربية دي. ادي بقى حدائق المنتزه المتسعة الجميلة جدا الرائعة اللي كلنا لينا ذكريات جميلة في الحدائق دي. لكن يمكن اول ما تدخل المنتزه بعد عمليات التطوير اللي تمت، يعني هتحس ان الصورة المنطبعة في ذهنك عن المنتزه اتغيرت بشكل كبير، وهقول لكم خلال رحلتنا رأيي في عملية التطوير اللي تمت في المنتزه واللي يمكن لسه ما اكتملتش بشكل كامل، لكن ما زلنا بنتفرج عليها ونتكلم عنها ونتفرج، وبعدين يعني من خلال رؤيتكم هتحسوا او هينطبع جواكم رأيي في خلال عمليات التطوير اللي تمت. احنا دلوقتي قدامنا هو يمكن ميدان من الميادين اللي في نهاية الطريق الرئيسي للبوابة الرئيسية، ولو كملنا على طول كنا هنوصل للبحر، لكن احنا دخلنا يمين وهنتمشى بقى داخل الطرق اللي اختفت منها الطرق الاسفلتية بشكل كبير، واصبحت كلها طرق بتعتمد على الاحجار الطبيعية المكونة من الجرانيت او البازلت، يعني مجموعة كبيرة من الاحجار الطبيعية اتعملت بها عمليات التطوير في ارضيات شوارع المنتزه. ادي بقى زي ما انتوا شايفين كده النخيل والمساحات الخضراء الكبيرة اللي بتملى حدائق قصر المنتزه، وما زلنا بنتمشى كده في الطريق. وقدامنا دلوقتي فندق من الفنادق الموجودة جوه المنتزه، وهو فندق هيلنان بالاس، ولسه بنكمل طريقنا داخل حدود وداخل حدائق قصر المنتزه الرائعة جدا جدا جدا. يمكن بدأت تبان بالنسبة لنا كده من بعيد شوية يعني القصر المنتزه الرائع جدا، واللي هو بيسموه قصر الحراملك، واللي هنحكي عنه خلال رحلتنا النهاردة داخل حدود أو داخل حدائق قصر المنتزه. وما زلنا بنتمشى في الطريق الجميل جدا، وبدأت تبان بالنسبة لنا كده يمكن برج الساعة الرائع وميدان الساعة اللي احنا رايحين له دلوقتي حالا. اعتقد ان التطور اللي حصل في جوه المنتزه هو تطور حضاري، لكن طبعا هيكون اكتر تكلفة من العربية اللي هتركبها، او هيكون اكتر تعب لو لفيت على رجليك، لان المنتزه كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين وزي ما هنشوف خلال جولتنا. احنا بالفعل كده قدام برج الساعة الشهير جوه حدائق المنتزه، واللي الملك فؤاد الاول لما تولى الحكم قرر اقامته على شكل برج لندن اللي هو بيج بن، وفعلا عمل البرج والساعة وسط حديقة القصر وفي اربع اتجاهات: اتجاه لقصر الحراملك، واتجاه لقصر السلاملك، واتجاه للبوابة الخاصة بالقصر، واتجاه لحديقة القصر. شركة سويسرية هي اللي عملت الساعة وقعد تصنيعها اكتر من 6 سنين. سنة 1922 اتركبت الساعة في البرج اللي قدامكم دلوقتي ده، وهي بتعلن الوقت كل ربع ساعة بنفس نغمة ساعة بيج بن الشهيرة، وكل ساعة بتخرج أربع تماثيل من الأربع اتجاهات بالحجم الطبيعي لجنود حرس السلطنة المصرية لابسين اللبس العسكري. يعني شيء فعلا غريب وعجيب، ولكنه يعني كان آخر روقان.
زي ما انتم شايفين البرج رائع جدا، وطبعا برضه اتعمل له عمليه تطوير واتعمل له عمليه دهانات كامله في الفتره الاخيره. في ناس برضه بيلعبوا كده الكوره في حدائق المنتزه المتسعه الرائعه. قدامنا دلوقتي بقى قصر السلاملك اللي لسه كنت بقول لكم على اسمه دلوقتي حالا، وهو من القصور الرائعه جدا داخل المنتزه، هو وقصر الحرملك. هنحكي عن قصر السلاملك ده في خلال رحلتنا داخل حدائق قصر المنتزه. احنا كده بقى رايحين على منطقة البحيرات الجديدة اللي اتعملت جوه حدائق قصر المنتزه، وبصراحة هي منطقة جميلة جدا ولكن بتحتاج دايما لعملية اهتمام. ادي عربية من العربيات الكهربائية، وادي عائلة من العائلات المصرية الجميلة اللي بتاخد جولة جميلة داخل المنتزه. زي ما انتوا شايفين بقى هنا بترجع لينا مرة تانية يعني ثقافة وفلسفة الخروج جوه الحدائق المتسعة وجوه الحدائق الرحبة الواسعة جدا، اللي احنا يمكن نسينا الرحلات اللي كنا بنعملها جوه الجناين دي، وبقى عندنا فلسفة خروجات المولات وخروجات الأماكن المقفولة والكافيهات. لكن بصراحة الفسح اللي جوه الحدائق زي ما انتوا شايفين كانت ممتعة جدا، وكانت الأسر المصرية بتشم هوا نقي جميل جدا، وبتتفسح هي وأولادها وعيلتها وأصحابها، وبيلعبوا لعبات مختلفة كانت بتعتمد على الحركة اللي يمكن نسيناها بشكل كبير، واعتمدنا على حركتنا بالعربيات وقعدنا في أماكن مقفولة بعيدة عن الجو النقي الجميل جدا اللي موجود هنا، واللي ازداد نقاء وجمال بالبحيرات الصناعية اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي واللي احنا مقربين منها بشكل كبير جوه حدائق قصر المنتزه. واللي بصراحة انا شايف ان هو تطور كبير جدا جوه المنتزه وجميلة جدا، واتعمل فيها مجموعة من الشلالات اللي هتتفرجوا عليها دلوقتي حالا. بصراحة انا استمتعت جدا في منطقة البحيرات، ويمكن فردت جزء كبير من رحلتي النهاردة عشان تتفرجوا على البحيرات دي بشكل كبير وبشكل موسع، وتشوفوا ازاي المنتزه اتطور بشكل كبير. ويمكن اقول لكم رايي انه فعلا التطوير بعد ما يكتمل اعتقد انه هيبقى اجمل بكتير من القديم، لكن يمكن احنا دايما الصور دايما المنطبعه باذهاننا للقديم بتكون بنحبها وبنحب ان هي ما تتغيرش. قدامنا بنت من البنات المصريات الاطفال المصريات الجميلات يعني اللي بتستمتع برحلتها مع عائلتها جوه المنتزه، وبتجري وتتفسح وتلعب حاجة من أجمل ما يكون. ادي شكل البحيرات، ممكن انت اما هتدخل كده هتحس انك وصلت لجنوب افريقيا. يعني اتعمل هنا زي ما انتم شايفين بحيرات صناعيه بيربط بينها ثلاث شلالات من الاحجار الطبيعيه. البحيره الصناعيه هنا كمان اتعملت خزان ميه لري جناين قصر المنتزه بالكامل. يعني هنا حافظوا على الاشجار العتيقه والنادره الموجوده من زمان، مع بعض الاهتمام والصيانة المستمرة اليومية والإرشادات المستمرة بكيفية التعامل مع الجمال ده، أعتقد إن إحنا هنقدر نحافظ على الجمال اللي اتعمل ده بشكل كبير. وأعتقد كمان إن المنتزه هيكون وجهة سياحية عالمية فعلا مش ممكن تتكرر. يمكن تاريخ عريق وحاضر مظهر. يعني بصراحة أنا مبسوط جدا باللي حصل رغم كل التخوفات واللي كان ليها منطق، لكن الحقيقة التطوير كان مهم ومميز. شكل اللون الأخضر مع اللون الأزرق شيء خيالي وجميل. يعني أتمنى من حضراتكم لو رحتوا اسكندرية أنكم تحرصوا على زيارة المنتزه، واللي يعني كمان شوية قليلين ما تقلقوش حوريكم الأماكن اللي كنتم متعودين أنكم تزوروها واللي اتطورت برضو مع عمليات التطوير الكاملة اللي حصلت جوه المنتزه، ولكن في جزء منها فضل زي ما هو بشكل كبير وما اتغيرش عشان تحافظ على هويتها القديمة. ادي البحيرات الصناعية، ويمكن من بعيد زي ما انتم شايفين كده بدأت تبان ليكوا الشلالات الجديدة اللي اتعملت جوه حدائق قصر المنتزه، وزي ما انتم شايفين التناغم الكبير ما بين المية وما بين الأحجار الطبيعية وما بين اللون الأخضر والحدائق الجميلة اللي ممكن تقعد عليها جنب المية بشكل كبير وتستمتع انت وأهلك وأصحابك وعيلتك وولادك وزوجتك، ويعني هتستمتع بوجودك في رحلة جميلة جدا جوه المنتزه. بحاول ان انا يعني ايه اتمشى جوه، يمكن باين كمان خيالي معاك وانا بصور لكم المكان بشكل كبير. وادي قربنا كده من الجزء اللي اتعمل جنب البحيرة الصناعية واللي اتعمل على شكل الشلالات الرائعة جدا. وزي ما بنقول اسكندرية هي درة البحر المتوسط او عروس البحر المتوسط، انا بعتبر المنتزه هو درة او عروس اسكندرية كلها.
المكان هنا زي ما انتوا شايفين هو جنة خضراء وبتحيط بيها طبعا البحر اللي هنشوفه كمان شوية صغيرين، وادي البحيرات الصناعية الجميلة جدا اللي اتعملت زي ما قلتلكوا، ادي شكل الشلالات الرائعة اللي اتعملت جوه حدائق قصر المنتزه. يعني لو كنت ما جيتش المنتزه من فترة زي ما قلت لكم انت ممكن تزعل، بس عشان الصورة النمطية المنطبعة جوه ذهنك عن المنتزه واللي بقول لك انساها بشكل كبير، لكن التطور اللي حصل كان مهم انه يحصل عشان يبقى فيه نوع من انواع التغيير والتطوير، واضافات كتيرة جدا اضافت للمنتزه عشان تتحول لمنطقة سياحية عالمية. زي ما انتم شايفين كده في مجموعة من الأحجار اللي ممكن تعدي من عليها، اللي بتنقلك من بحيرة لبحيرة أو للجانب التاني من البحيرة، لكن ولو معاك أطفال لازم تاخد بالك منهم بشكل كويس جدا في الجزء ده بالذات عشان يعني تحافظ عليهم، لأن الجزء ده زي ما انتم شايفين كده مفتوح بشكل كبير، لكن هتستمتع وانت بتعدي على الأحجار دي، وهي آمنة طبعا لأنها واسعة والمسافات اللي ما بينها مش كبيرة، فهتقدر تعدي عليها بشكل سليم ان شاء الله، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. زي ما انتم شايفين انا بحاول ان انا استعرض لكم شكل البحيرات الصناعيه من كل الاتجاهات لان المساحه بتاعتها كبيره جدا عشان تتفرجوا عليها، وزي ما انتم شفتوا كده الشلالات الصغيره اللي موجوده هنا في مجموعه كبيره من الاحجار الحمراء من ورا، فيها مجموعه برضو كبيره من الشلالات، يمكن البنت دي بتحاول ان هي تصور، يمكن لقت مجموعه كده اظن من الاسماك يعني بتحاول ان هي تصور او تصور الشلالات الميه اللي موجوده، وادي شكل المناطق الخضراء ويعني الميكس اللي بيحصل ما بينها وما بين شكل الميه الزرقاء او شكل البحيرات الصناعيه وشكل الشلالات مع الاحجار الطبيعيه اللي اتعملت في المنطقه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. حوالين المنتزه هنا كمان موجود في مجموعه من العمارات ومجموعه من الفنادق اللي بتخدم منطقه المنتزه وبتخدم السياح اللي بيزوروا اسكندريه وبتخدم حتى المصريين اللي بيحبوا يصيفوا في اسكندريه، ويمكن اسكندريه هي ما زالت بالنسبه لهم هي المصيف المثالي او المصيف اللي بيحبوه. هنا طفل من الاطفال بيلعب بالطياره الورق الجميله جدا، واللي زي ما قلت لكم كل الالعاب القديمه دي ميزتها ان هي كانت بتعتمد على الحركه، كنت بتحرك جسمك وبيبقى جسمك صحي بشكل كبير. يعني اختفت الالعاب دي او يعني قلت جدا اعتمادنا على الالعاب دي، واللي ادعو ان هي ترجع تاني وبقينا نعتمد على الالعاب الالكترونيه يعني اللي ما بتعتمدش تماما على الحركه. احنا ما زلنا بنعدي بقى في يعني دهاليز كده حدائق قصر المنتزه، وزي ما قلت لكم الطرق كلها اتعملت من الرخام ومن احجار البازلت والجرانيت، وتعمل كده ممرات جميلة جدا ومجموعة من الأخشاب اللي موجود فيها فوانيس رائعة جدا بتنور بالليل، والمكان هنا بيبقى رائع جدا برضو بالليل زي ما هو رائع زي ما انتم شايفين في فترة النهار، لأن هو بيتنور بشكل كبير، وزي ما قلت لكم هو لسه عمليات التطوير ما اكتملتش بشكل كامل. ادي شكل بقى الاتساع للبحيرات الصناعية. يمكن وانا ماشي كده عجبتني قوي فكرة جذوع النخل او جذوع الاشجار اللي اتعملت كده كمقاعد ممكن تقدر انك تستريح عليها وانت جوه رحلتك جوه المنتزه. يعني قدامنا كده التاريخ بيعانق الحاضر، ادي قصر السلاملك الجميل جدا اللي هحكي لكم عليه كمان شويه صغيرين بعد بقى ما اتفرجنا على شكل الحدائق باتساع. ادي شكل زي ما انتم شايفين كده مجموعه كبيره جدا من المصريين بيستمتعوا بيوم جميل جدا جوه حدائق قصر المنتزه، وادي شكل للبحيرات الصناعية بلقطة واسعة كده. ادي بقى قصر السلاملك واللي بناه الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1892، وبنى القصر ده كانت المنطقة هنا منطقة مهجورة ومنعزلة، لكنها عجبت الخديوي اللي كان بيتفسح بقى على الشاطئ وكان معاه ساعتها فرقة موسيقية بتعزف، قرر انه يعمل قصر هنا عشان يصيف فيه، وسمى القصر ده قصر السلاملك، يعني المكان المخصص لاستقبال واجتماع الرجال، وهي كلمة تركية معناها كمان مكان للاستجمام والراحة. القصر هنا في عهد الملك فاروق خلاه مكتب خاص ليه ومقر لضيوفه. احنا ما زلنا بنتمشى جوه زي ما انتم شايفين لسه في برضه البعض البقايا، هتشوفوا مجموعه من العمال طول ما احنا بنتمشى كده لانه لسه ما اكتملش عمليات التطوير، لسه في بعض الراتش كده والطوب
اللي موجود واللي هيستكمل عمليات التطوير دي. واظن السنه الجايه ان شاء الله هتكون عمليات التطوير كملت جوه المنتزه بشكل كبير. احنا زي ما انتم شايفين ادي بقى صوره من الاسوار الجميله اللي اتعملت، واللي بعد شويه صغيرين بقى هنبتدي نتفرج على بحر المنتزه المتسع والرائع والجميل جدا خلال رحلتنا النهارده داخل حدائق قصر المنتزه، واللي زي ما انتم شايفين صورتك المنطبعه عنها اكيد اتغيرت واحنا بنتفرج دلوقتي عليها. لكن ان شاء الله لما تزور المنتزه اظن ان هي هتحس ان هي فعلا اتغيرت للافضل واتغيرت للاجمل والاحسن. ادي بقى شكل الفنار الرائع اللي موجود قدامكم دلوقتي، والكوبري القديم اللي موجود في المنتزه، وكمان هيبان معانا كوبري جزيره الشاي او كوبري فينيسيا او كوبري المنتزه الاحمر. لسه قدامنا ادي بقى قصر السلاملك اللي لسه كنت بحكي لكم عليه. القصر ده جواه 14 جناح وست غرف، طبعا جناح الملكي والحجره بيسموها الحجره البلوريه كانت الخاصه بالملكه، لان كل شيء جواها معمول من البلور والكريستال الازرق النقي. ما زالت العربيات الجولف او العربيات الكهربائيه هي اللي بتتمشى بمجموعه من المصريين اللي بيحبوا ان هم يعملوا رحله داخل حدائق قصر المنتزه اللي احنا بنزورها النهاردة في رحلتنا جوه اسكندرية المارية او جوه اسكندرية الجميلة. مجموعة كده من الفوانيس اللي موجودة على الاسوار، واللي زي ما قلت لكم لما بتنور بالليل بتحمل اضواء جميلة جدا هتستمتع بيها وانت بتزور المنتزه. وادي الكوبري جزيرة الشاي الجزء الكوبري الاحمر، وهو من الحاجات طبعا اللي انت اكيد فاكرها بشكل كبير جوه المنتزه. باين من بعيد اهو كوبري المنتزه القديم العريق الرائع، واللي بيوصلك للفنار اللي موجود قدامكم، واللي بيرجح انه اتبنى في الثلاثينات من القرن العشرين وبناه الملك فاروق عشان يرشد السفن واليخوت لخليج المنتزه اللي كان بيرسى فيه يخت الملك المحروسه، وكان المرشد الرئيسي للسفن اللي بتيجي بقى من خليج ابو قير وبتروح على ميناء اسكندريه. اما بقى الكوبري الاحمر اللي موجود واللي هنروحه كمان شويه صغيرين، فهو اللي بيوديك لغايه جزيره الشاي، واللي يعني عدد كبير جدا طبعا من اللي زار المنتزه اكيد عدى على الكوبري ده قبل كده. وادي عمليات التطوير اللي بتتم وبيتم انشاء شواطئ لنزول الميه جوه المنتزه. احنا كده بقى هندخل على مكان كل اللي زار المنتزه زمان واللي هيزوره دلوقتي وهيزوره مستقبلا هيحب انه يروح للمكان ده، لان ليه ذكريات كتيرة جدا جوه المكان ده. هو عبارة عن تجمعات للاشجار القديمة، والتجمعات دي مشهورة جدا جوه المنتزه، تصور فيها عدد كبير من الاعمال الفنية زمان. هتدخل جواها هتحس انك انفصلت عن الحياة، وهتحس انك جوه غابة غريبة فعلا. يمكن مازال برضو خيالي موجود معاكو وانا بصور لكم المكان ده، واللي كان ما ينفعش ان انا ازور المنتزه وما صورش المكان الجميل جدا اللي احنا جواه دلوقتي. هتحس كده ان الاشجار ما فيهاش خضار، كانت ثابت برضو بدون نجيلة خضراء، لان المكان بالفعل بشكله ده هو مكان مميز، ومكان هتشعر فيه بالجمال وهتحس فيه ان انت عايز تتمشى جواه، وتحس كده ان انت انفصلت عن الحياة وتحس انك جوه غابة غريبة فعلا. بعد ما هنشوف المكان ده احنا هننتقل منه لغاية الكوبري الاحمر اللي وراه، وهو كوبري جزيرة الشاي كوبري فينيسيا او كوبري المنتزه، وبرضه هو من الاماكن اللي كل اللي زار المنتزه قبل كده زارها بشكل كبير. عايز اقول لكم ان اسكندرية بشكل عام كان بتعتمد على السياحة الشاطئية بشواطئها الكتيرة الممتدة على ساحل البحر المتوسط، كمان فيها سياحة ثقافية متعددة، لكن المنتزه بقى بيضيف لانواع السياحة جوه اسكندرية بعد السياحة الترفيهية. هتلاقي هنا مطاعم وكافيهات وشواطئ وفنادق وملاعب وبحيرات وغابات ومناطق خضراء كتير جدا، يعني هتستمتع جدا جوه المنتزه. يوم جوه المنتزه هتعمل فيه حاجات كتيرة جدا جدا، ممكن تعوم، ممكن تلعب، ممكن تتمشى، ممكن تقعد في الجناين، ممكن تاكل، ممكن تشرب، بصراحة ممكن تلعب بالعجل، ممكن تلعب، يعني حاجات كتيرة جدا ممكن تعملها جوه المنتزه، وتتفرج برضو على تاريخ وعراقة المكان اللي احنا موجودين فيه لما تتفرج على القصور الملكية الرائعة اللي موجودة جوه المنتزه، قصر السلاملك وقصر الحرملك اللي هنتفرج عليه كمان شوية صغيرين. احنا هنا بقى انتقلنا من عند الغابة وبقى قدامنا زي ما قلت لكم الكوبري اللي بيوصلنا لجزيرة الشاي، وهو كوبري بيسموه جزيرة الشاي او كوبري فينيسيا او كوبري المنتزه.
احنا هنتمشى بقى على الكوبري وهناخد جولة كبيرة جدا جوه الكوبري، وجنب الكوبري مباشرة كده في شاطئ من الشواطئ المشهورة جوه المنتزه، وبرضو حصل للشاطئ ده عملية تطوير هتتفرجوا عليها حالا وهتحسوا بالفعل ان هو بقى افضل وانظف وارقى واوسع بشكل كبير. الكوبري اللي قدامكم طبعا انا عارف ان كلنا اكيد زورنا الكوبري ده في زياراتنا داخل المنتزه. الكوبري ده اتعمل في عهد الملك فاروق، واشرف على انشاء الكوبري المهندس المعماري المصري المشهور مصطفى باشا فهمي. هنا بقى على الكوبري ممكن تصور أجمل صور تذكارية. المكان هنا ومنظر البحر زي ما حضراتكم شايفين كده رائع بشكل كبير، وتحتيه زي ما انتم شايفين هو ده الشاطئ المميز والنظيف جدا، يعني شايفين اتساع البحر الرائع جدا في المنتزه، واللي باين من وراه كده مدينة اسكندرية الرائعة اللي احنا بنزور جزء عزيز علينا جوه مدينة اسكندرية، وهو حدائق قصر المنتزه. ومازال طبعا اتعملت برضو عملية تطوير الكوبري والدهن بلونه الأحمر المميز الرائع جدا، وما زالت برضو عملية التطوير ما اكتملتش جوه الكوبري وجوه حدائق قصر المنتزه، وما زال برضو بيتعمل هنا تاني شاطئ مختلف عن الشاطئ اللي لسه شايفينه من شوية صغيرين. وادي برضو الشاطئ من زاوية تانية، وادي شكل الكوبري اللي زي ما قلت لكم هو كوبري المنتزه او كوبري جزيرة الشاي اللي بيودينا على الجزيرة الرائعة اللي كان الملوك بيعدوا من الكوبري ده عشان يقعدوا يشربوا الشاي في جو على منظر البحر الرائع جدا اللي قدامكم دلوقتي مباشرة بالزرقة الجميلة جدا اللي موجودة في بحر المنتزه. ادي شكل التصميم الرائع جدا للكوبري، وهننتقل بقى زي ما انتم شايفين لسه ما زالت عمليات زي التطوير زي ما انتم شايفين لسه بتتم في الشواطئ اللي موجوده جنب كوبري المنتزه. وهننتقل بقى من الكوبري اللي اتعملت اهو مجموعه من القعدات هتكون موجوده على البحر مباشره، مجموعه من المطاعم ومجموعه من الكافيهات اللي هتخدم حدائق قصر المنتزه اللي بقت بالشكل اللي انتم شايفينه، وبقت ارضياتها كلها معموله بالاحجار. ادي بقى قدامكم فندق هيلنان فلسطين اللي موجود جوه حدائق قصر المنتزه، والفندق ده جنب قصر المنتزه مباشره، وهو بيطل اطلاله رائعه على البحر. ادي قدامكم بقى قصر الحراملك واللي اتبنى في عهد الملك فؤاد الاول، ويعني من القصور الالف ليله وليله، مبني على الطراز الايطالي زي ما حضراتكم شايفين، وجنبيه مباشره فندق هيلنان فلسطين، وقدامه مباشره جامع المنتزه الرائع اللي موجود جوه حدائق قصر المنتزه. عايزين نقول ان القصر ده بقى اللي بناه مهندس القصور الملكية، والراجل ده كان اسمه ارنستو فيروتشي، صممه على شكل قصر كان اسمه قصر ماكينزي في فلورنسا، وكان بيعاونه المهندس المصري حسن باشا العدوي. الأسرة العلوية استمرت تهتم بقى بالحدائق واعتبرها مصيف رئيسي ليها لغاية عصر فاروق آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر. يعني القصر رائع جدا، واللي كان قدامه ده هو كشك من الاكشاك وهو اسمه كشك الموسيقى، هنتفرج عليه بشكل موسع خلال رحلتنا. لكن زي ما انتم شايفين كده شكل البحر قدام القصر يعني شكل خيالي، ربوة عالية، القصر موجود على ربوة عالية كده، والبحر تحت القصر بشكل كبير. صراحة المنظر يعني خيالي ومنظر جميل جدا، أدعوكم إنكم تزوروا حدائق المنتزه وتتفرجوا على المنظر. وزي ما انتم شايفين التطوير اللي تم، كان كل الطرق دي كانت طرق أسفلتية كنت بتدخل فيها بالعربية، لكن التطوير اللي حصل بصراحة هيحافظ على المكان بشكل كبير، وهيحافظ على نقاء المكان بشكل كبير، هيحافظ على يعني هيكون صديق للبيئة بشكل أكبر. ممكن تدخل بالعكس زي ما انتم شايفين في واحد راكن العجلة، أظن ممكن تدخل بالعجلة، أظن مش متأكد، ولكن ممكن تدخل بالعجلة جوه قصر أو حدائق قصر المنتزه ونتفرج على القصور الجميلة. عايز أقول لكم إن وإحنا بنتفرج على البحر اللي هو قدام قصر المنتزه في حكاية عجيبة بتقول إن الملك فؤاد كان اتقابل مع عرافة اتنبأت ليه إن هو هيكون ملك وملك مزدهر، بس طلبت منه إنه يحافظ على أول حرف من اسمه وحرف الفه، ويسمي ولاده وأحفاده كلهم بأسماء تبدأ بحرف الفه. طبعا كذب المنجم
يكلمونا ولو صدقوا أو ولو صدفوا، لكن الملك فؤاد فعلا ملى القصر في الحوائط بحرف الفيه، وسمى أولاده فعلا كلهم بحرف الفيه، فوزية وفايزة وفتحية وفايقة وفاروق، وفاروق كمان سمى أو أطلق على مراته واللي كان اسمها صافيناز اسم فريدة، سمى أولاده وبناته فوزية وفريال وفادية، لكن لما اتجوز ناريمان وخلف منها سمى الأمير أحمد فؤاد، وبعد شوية انتهى ملكه واتنفى من مصر بعد الثورة. لكن كل اللي أنا بقوله ده هو من قدر الله، ومفيش أي شيء ممكن يكون صح بيقوله أي منجم، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. احنا بالفعل كده وصلنا بقى لمكان جميل جدا من الأماكن اللي كل الناس كانت بتحب إن هي تزورها جوه المنتزه، زي ما انتم شايفين مكان على ربوة عالية كده، وموجود فيه كشك مبني كده من الأخشاب أو جذوع الأشجار، وكلنا كنا بنستمتع جدا ان احنا نتفرج على شكل البحر من فوق، وزي ما انتم شايفين اتساع البحر في المكان ده جميل جدا جدا جدا. عايز اقول لكم ان القصر اللي قدامكم اللي بتشوفوه برضو من المكان اللي احنا فيه ده هو متسمي قصر الحراملك، وهي كلمة تركية ومعناها مكان للحريم. القصر هنا عبارة عن 3 أدوار، والقصر اتجدد في عصر الملك فاروق، ويمكن كان موجود سرداب بيربط القصر بالبحر عشان يستخدم في حالة حدوث أي حصار أو هجوم، ولكن السرداب ده ما اكتملش حفره لأنه بعد كده قامت ثورة 52. عايز أقول لك أنت لما تيجي المنتزه بقى هتعمل إيه؟ تتفرج وتتصور طبعا في الأماكن الجميلة، الجناين وقدام القصر السلاملك وقصر الحراملك، وتقعد في الجناين الجميلة المنتشرة بشكل كبير، وتقعد عند وتتصور عند برج الساعة وكشك الشاي اللي بيطل على البحر، وتقعد عند البحيرات الصناعية والشلالات، وتعدي وتستمتع بالكباري اللي موجودة قدامكم دلوقتي دي، واللي احنا لسه بنعدي عليها دلوقتي اهو، وهيكون تحتيك هناك المية المتدفقة عند البحيرات، وهنا تحتيك الجنان الرائعة جدا، وقدامك شكل البحر، وتشم هواء نظيف، وتستمتع بكوبري المنتزه، وتقضي يوم على الشاطئ هناك. يعني كمان موجود في المنتزه نادي مليان ملاعب تنس وسلة وكرة قدم، وتعمل كمان في المنتزه 31 كابينة للناس اللي بتحب التخييم، واللي من خلالها هتقدر تستمتع بقى بالغابات والشجر والجناين والبحر. حاجة رائعة جدا ومكان جميل جدا موجود على أرض مصر، لكن زي ما قلت لكم لسه عمليات التطوير ما اكتملتش، وبعد ما تكتمل أعتقد إن المكان هيكون جميل بشكل كبير. تخيلوا بقى إن مساحة الحدائق دي، يعني أنا كنت مش عايز أقول لكم في بداية الرحلة، لكن شوفوا إحنا بنزور المكان وما بتنتهيش الأماكن جواه، المساحة كبيرة جدا وهي بتوصل ل 370 فدان. موجود في حدائق المنتزه 5 شواطئ، هي شاطئ عايدة وشاطئ كليوباترا وشاطئ فينيسيا وشاطئ سيمراميس وشاطئ خاص بفندق هيلنا الفلسطيني اللي احنا شفناه من شوية صغيرين. يعني مصر مليانة ثروات وأماكن سياحية بتحتاج بس للاهتمام عشان ترجع وتكون يعني قبلة لكل المصريين وكل اللي بيزور مصر من كل بلاد العالم. يعني الخديوي عباس حلم الثاني كان حريص انه يخلي المنطقة هنا مليانة بالبساتين والجناين والغابات، وكان جايب مهندسين زراعيين من النمسا ومن أماكن كتير من أوروبا. كان في المنتزه هنا كباين كتير بتتأجر للناس بالسنة، كان بيسموها إيزيس ونيفرتاري ونيفرتيتي وكليوباترا وسيمراميس، وكمان اتعمل نادي رياضي في المنتزه ومضمار لسباق الكلاب لكنه اتلغى بعد كده. مازال قدامنا قصر المنتزه الرائع جدا او قصر الحراملك. القصر ده زي ما حضراتكم شايفين كده هو 3 ادوار، في دور ارضي في عدد من الاوض وعدد من القاعات، منها مكتب الملك وغرفه الطعام واوضه للبلياردو. الدور الوسطاني فيه حجرات للخدم والشمشرجيه والناس اللي بتخدم الملك والملكه. كمان الدور الاخير فيه جناح الملك وجناح الملكه وغرفات او اوض للاميرات والامراء. كمان في غرفه لولي العهد ارضيتها كانت معموله من الفلين المضغوط عشان تمنع صوت يعني اقدام الناس اللي بتدخل عشان ما يزعجوش الطفل اللي نايم. في عهد الملك فاروق اتجدد القصر، وزي ما قلت لكم كانت عمل سرداب لكنه ما اكتملش. احنا كده بقى في طريق عودتنا للبوابه الرئيسيه جوه حدائق قصر المنتزه. اقول لكم ان موجود كمان في المنتزه كابينه ما اتشالتش، وهي الكابينه يمكن من الحاجات اللي ما اتشالتش من المنتزه، هي كابينه كانت للرئيس الراحل انور السادات، لكنها اتجددت وتحولت لمزار تاريخي وسياحي على شاطئ البحر في المنتزه، ممكن نزورها برضو خلال زيارتنا لحدائق قصر المنتزه. موجود كمان جوه حدائق المنتزه بخلاف القصرين وبرج الساعه في صوبه ملكيه اللي عملها الملك فؤاد، وكان فيها نباتات ظل نادره ولسه موجوده لغايه دلوقتي. كمان في طاحونه الهوا المشهوره واللي عملها محمد علي باشا لما تولى حكم مصر،
ويمكن الطاحونة دي كانت اتعملت سنة 1821، وده لما لقى ان الطواحين اللي بتدار بالمواشي كان الناس بتعاني منها، فعمل طاحونة الهوا واللي انتشرت على طول ساحل اسكندرية، وفي واحدة مشهورة موجودة في المنظرة. كمان في صهريج للمية مشهور جدا في المنتزه، وفي جراج للإطار الملكي والقطر اللي اتصنع في إيطاليا وجي مصر سنة 1950. بقينا دلوقتي قدام البوابة الرئيسية وخرجنا بالفعل من المنتزه، وقدامنا فندق شيراتون المنتزه. واتمنى ان رحلتي النهارده جوه المنتزه تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.